14 سنه او 13 سنه ونص، يبقى ابن مين؟ ابن النادي الاهلي، لان قضيت عمره كله. بس خروجك من الاهلي ما كانش حلو. ماشي ماشي يا كابتن، حطيت عمري كله للنادي الاهلي 13 سنه ونص. طب وضيعته ليه كده؟ بص هو ما انت في وقت، بص يا كابتن عشان نتكلم، انا سبت النادي الاهلي او انا اتحطيت في موقف كان في حاجات كتيره مشاكل بتحصل في النادي الاهلي، مش في النادي الاهلي ان كان مع مع مثلا مع مع مستر مانويل او مع الاداره، مش الاداره كلها عشان بس الناس تبقى فاهمه، لا النادي الاهلي ده بيتي، النادي الاهلي ده اتربيت فيه. بعض الناس بعت لك سؤال بتقول لك طالما ان انت معترف بخير النادي الاهلي وعندك ولاء وانتماء بالشكل ده، ليه في يوم من الايام رحت اشتكيت الاهلي قلت ان في اضطهاد؟ لا اشتكيت النادي الاهلي، اشتكيت عشان مانويل جوزي. كابتن عصام الحضري كانت مشكلته مع مستر مانويل جوزي ومع مجلس الاداره. لا مش قال لك مش كلهم. مش كلهم اه، فانا ما اعرفش هو بيمثل كيان مين يعني، وكانه اختزل الكيان في افراد. هنيجي بقى لحاجه ثانيه، وقال انا اشتكيت مستر مانويل جوزي. اولا يا كابتن عصام، النادي الاهلي منظومه واحده. ثانيا اللي انت قلته هو لا يمت للحقيقه بصله. هنتكلم في البدايه، حضرتك بتقول على خلفيه مشاكل كانت موجوده قبل كده في 2005 تحديدا في شهر ابريل، تم سحب الشاره منك بعد مباراه اتحاد العاصمه الجزائري. مستر مانويل جوزي كان صاحب القرار. حضرتك جيت بعدها في شهر 9 2006 بعد مباراه الترسانه، قعدت مع مسؤولين النادي الاهلي وجددت عقدك لثلاث مواسم. لو حضرتك عندك مشاكل مع مستر مانويل جوزي كان القرار البديهي انت عندك مشكله، والله انا مش هجدد. بالظبط. هنيجي بعد كده، انت علاقتك في مع النادي الاهلي ما فيهاش اي مشاكل، رجعت وانت افضل حارس في افريقيا في 2008. مباراه المصري بتلعبها، مستر مانويل جوزي ليه تصريح شهير ان انت كنت بتهزر معاه ومع اللاعبين بعد المباراه. تاني يوم في الخفاء، وفي الخفاء دي مش مفترض تكون بتاعت لاعب كبير، تاخد اسرتك على سويسرا، بتتعاقد او بتتفاوض مع نادي سيون في فكره انك تنضم ليه. البديهي ان المحامي بتاع نادي سيون زي ما خرجت التصريحات وقتها كان شايف ان الطريقه دي هتعرضك لعقوبات وممكن كمان تعرض سيون لعقوبات. رجعت عملت تمثيليه فاشله، رجعت التدريبات كان قرار انك تتدرب منفردا وفي عقوبه ماليه عليه. بدأت تجهز أو تعد العدة في الخطة اللي أنت متفق معاها على مع النادي السويسري، تصوير في تدريبات، فكرة تصريحات، وخرجت لجريدة الاتحاد الإماراتي وقتها والأكثر من موقع وصحيفة، قلت كلام واضح جدا، أنا بتعرض لسوء معاملة من مدرب، لسوء معاملة من مجلس الإدارة، ولهتافات عنصرية من الجمهور، ووجودي واستمراري في النادي يمثل عليا خطر، فعشان كده هشتكي للاتحاد الدولي. هي دي الفكرة. الجمهور هنا كان طرف، الجمهور هنا باعترافك انت بغض النظر عن حتى لو الجمهور اساء ليك ونرفض فكرة الاساءة، ولكن انت باعترافك الجمهور طرف. جيت حيدت الجمهور ليه؟ عشان يبقى هو بوابة رجوعك دلوقتي. ده مش هيحصل. الادعى انت رحت وخدت مشوارك، طبعا بعد ما فشلت الفكرة بتاعت لي زراعي النادي الاهلي، انا جاي هضغط عليك بفكرة ان انا كده كده عايز امشي وهشتكيك، فالمفاوضات تكون اسهل، وال 400 الف دولار اللي انت كنت عارضهم وقتها يتوافق عليها، وكده سيون كسبان. ما حصلش، وادارة النادي الاهلي تمسكت بحقوقها، وجمهور النادي الاهلي كان على قلب رجل واحد معاه. رجعت في 2010 تمثيلية لذيذة جدا مع كابتن مدحت شلبي، رسائل ومداخلات بتاعت بنحبك يا كابتن، والجو ده احنا كلنا عارفينه، وال 100 رسالة اللي بتطلع لفوق وانزل شوية نصر شوية، والكلام اللي حصل ده. دخلت مداخلة محترمة من هشام الفقي، واحد من جمهور الأهلي، ومن جمهور الأهلي الحقيقي، وأكيد اللي هو مش داخل مداخلات موجهة لأن ده مش جمهور الأهلي، وقال لك تعالى يا كابتن ادخل الملعب في مباراة فيها جمهور النادي الأهلي وشوف على الطبيعة رد فعله هو. كانت الرسالة في المباراة اللي بعدها، وأكيد حضرتك لم تجرؤ أنك تدخل الملعب، دموع في عيون إلى آخره، ولا نسيء لحضرتك. دي كانت القصة. وأنا عايز حضرتك تعرف حاجة كويس قوي، النادي الأهلي، لأنك أنت تحدثت عن كابتن أحمد ناجي بشكل هو راجل متسامح، ولكن أنت ما بتكبرش حد، النادي الأهلي هو اللي بيكبر الجميع. أنا بتكلم في النادي الأهلي لأن كابتن أحمد ناجي ليه ما يخصه هو راجل متسامح معاك. أنت في 12 سنة مع النادي الأهلي أخذت
22 بطولة في نادي واحد، بعد كده في 12 سنة حققت 3 بطولات، في 12 سنة حققت 3 بطولات وتنقلت 11 مرة بين الأندية. هو ده يا كابتن عصام الحضري التاريخ اللي بيصنعه النادي الأهلي والحقائق اللي مش هنسمح تتزعم. في نقطة فارس يعني أنا بتستوقفني دايما عند فكرة مانويل جوزيه، وهو عايز يحول الدفة كلها عند مانويل جوزيه. وده الأساس وأول إدارة. الجماهير لو شافت الاحتفالات بعد كل بطولة اتحققت من وقت نزع الشارة الكابتن عن كابتن عصام الحضري، هتلاقي عصام الحضري أول واحد بيجري عليه هو مستر مانويل جوزيه. يعني أنا عايز أكون واضح، أنت في مشكلة قائمة بينك وبين الراجل ده، أنت العب كمحترف، لكن أنت كنت بتظهر كل الود والحب لغايه حتى 2009 ومداخله محترمه او مداخله منك مع شخصيه محترمه رمز للنادي الاهلي زي الباشمهندس عادل القيعي في وجود الكابتن احمد شوبير، قلت انا الناس دي غصب عن التخين انا هلعب في المنتخب مصر، وكلام كبير جدا كان موجه برضو للاداره. ثم في 2011 مع مانويل جوزيه والكابتن احمد شوبير حاولت ان انت تعتذر وانا هقابلك وادخل النادي، كنت واخد مستر مانويل جوزيه في 2011 ان انت تدخل النادي الاهلي من خلاله، برغم ان انت بتقول هو سبب رحيلي، وانت قبل كده قلت لا هو سبب رحيل ولا حاجه وسوء تفاهم بين الاثنين. الموضوع يا كابتن عصام من حقك طبعا ان انت تتكلم عن نفسك زي ما انت عايز، ولكن يبقى النادي الاهلي بتاريخه بعيد تماما عن كل اللي انت فعلته، لان انا من وجهه نظري الشخصيه شايف ان مفيش لاعب عمل موقف سيء تجاه النادي الاهلي زي اللي انت عملته، حتى لو مؤخرا ندمت عليه. احمد احنا كجمهور، ده مش مجلس اداره ولا مدرب، لما بنيجي نكتب ونستشهد بوقائع نفتخر بيها بتعامل النادي الاهلي المبادئي مع بعض اللاعبين، اول مثال بتكتبه مين؟ بس كده خلاص، هو قضي الامر، الرساله مع الجمهور واضحه بشكل كبير، وزي ما قلنا اللي بيخرج من الباب الضيق ما بيقدرش يرجع من الباب الكبير. نطلع لفاصل فقره اون سبوت.